المنتدى تاني، وكانت برضو من النقاط المهمة جدا قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي، قالت ان منتدى شباب العالم تجربة فريدة جدا وكانت الحقيقة سعيدة بالمشاركة فيها. صرحت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي ان فعاليات منتدى شباب العالم كانت تجربة متميزة وفريدة، وقالت انها سعدت كثيرا بالمشاركة في هذه التجربة، كما وجهت الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات المنتدى وتمنت لهم الاستمرار وتقديم المزيد في الأعوام المقبلة. صرحت أيضا السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن فعاليات المنتدى انتهت، منتدى شباب العالم 2018 التي أضاءت مصر وأضاءت مدينة شرم الشيخ في محفل دولي مهيب بضم أطيافا من شعوب ودول العالم، وتضمنت حلقات ونقاشات ولقاءات وعروض وأحداث الحقيقة مثرية جدا ونماذج شبابية مضيئة، تم تكريم البعض منها ممن ألهموا العالم وأسهموا في ازدهار العالم واستدامته. تابعت السيدة انتصار السيسي: كانت تجربة متميزة وفريدة، سعدت كثيرا بالمشاركة بها وأشكر جميع القائمين عليها وأتمنى لها الاستمرار وأتمنى مشاهدة المزيد إن شاء الله في الأعوام القادمة.